الحلقة. طبعا يشرفنا ويسعدنا أن نستضيف من جمعية مكنون حافظ من حفاظ القرآن الكريم. أما اليوم معنا حافظ مميز ومبدع نتعرف عليه مع بعض. باسمكم جميعا أرحب بضيفي عاصم المنصور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. حي الله شيخ عاصم. والله. عاصم المنصور من أهل قصيم صحيح؟ صحيح. والله نعم. يا مرحبا أهلا وسهلا. عاصم ابن عبد المجيد. ابن عبد المجيد المنصور. الله الله. العمر لازم نسوي كذا تحليل للشخصية. لا لا ما عليك. العمر 17 سنة. ما شاء الله. في أي مرحلة دراسية؟ ثانية ثانوي ما شاء الله. في أي مدرسة؟ في المعهد العلمي في الدرعية. معهد العلمي في الدرعية. ما شاء الله تبارك الله يا عاصم. متى حفظت القرآن؟ تقريبا في عمر العاشرة. 10 سنوات. عمر 10 سنوات يعني قبل 7 سنوات تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. هنيئا لك والله يجعله يا رب حجة. آمين. لك آمين. ويجعلك من يلبس والديه تاج الوقار. وإحنا نمسي بالخير على الوالد والوالدة. أكيد يتابعوننا صح؟ أكيد أكيد. أول متابعين. متابعين البرنامج أصلا يعني؟ إيه. يتابعون سنابل كل أسبوع؟ أسبوعين. ما شاء الله. هذا من حظنا الحلو إن الشرف لنا. الله يسعدك. طيب عاصم شاركت في مسابقات؟ شاركت سبق وشاركت. ما شاء الله. في إيش؟ في مسابقة الملك سلمان. الملك سلمان هي أمير الرياض ولا غيرها؟ لا غيرها. غير الملك سلمان الحالية الأخيرة. الحالية الأخيرة. جميل. أيوة. ومسابقة أمير الرياض. الملك معلش الملك سلمان أخذ فيها أي مركز؟ أخذ تقريبا الثاني. الثاني. أي. وأمير الرياض. وأمير الرياض الأول. الأول ما شاء الله. كانت في أي سنة؟ قبل سنتين. قبل سنتين ما شاء الله. طيب وشاركت في مسابقة هيئة الرياضة؟ شاركت مسابقة هيئة الرياضة ومسابقة هيئة تحفيظ القرآن الكريم حقت الجمعية. ايه. أيوة. وفي مسابقة مدارس المملكة العربية السعودية حصلت فيها على أي مركز؟ المركز الثاني على مستوى المملكة. على مستوى المملكة. كانت عام كم هذه؟ 1434. ما شاء الله. 36 معلش. ما شاء الله. من أي جامعة يا عاصم؟ جامعة أبو حامد. أبو حامد فين هذا؟ في حي الياسمين. حي الياسمين. حي الياسمين. ما شاء الله تبارك الله. عساك تصلي تراويح في المسجد. أنوب عن الوالد. تنوب عن الوالد. الوالد ما شاء الله إمام المسجد. ما شاء الله إمامي. تبارك الله. طيب عشان نعرف إحنا كمان الجامع جامع أبو حامد في الياسمين. ايه؟ عشان نصلي معك إن شاء الله يوم كذا من أيام. الله يحييك. أيام الله رمضان. طيب.